في التقديم لهالليلة هو المشترك روميو أبو أنطون، المشترك عن فئة الأغنية الطربية العربية. شو رح تسمعنا روميو؟ يا عيني على الصدر. بدي أسألك روميو، مين ساعدك لاختيار هاللون؟ والله ساعدني فنان كبير. إذا حالفك الحظ وانتقلت لتصفيات لبنان، هل رح تغير هاللون أم رح تكفي فيه؟ مفروض على الفنان إنه يجرب كل أنواع الفن فيقدر يختار اللون الصحيح. بتمنى لك التوفيق، تفضل. I'm